الفرحة خمسة مواضع. الفرح الحقيقي عنده خمسة ديال الأماكن. الموضع الأول اللي خص الإنسان المؤمن يفرح فيه هو اليوم الذي ينصرم ولم يرتكب فيه العبد معصية بترك واجب أو بفعل محرم. نهار فيه 24 ساعة، وهذا 24 ساعة تدوز عليك وما عصيتش الله فيها بترك واجب أو بفعل محرم. إلا داز عليك النهار 24 ساعة وما تركتش الواجبات وما فعلتش المحرمات، من حقك هذاك النهار تفرح فيه. هذا هو الموضع الأول من مواضع الفرح. الموضع الثاني، يوم يخرج الإنسان من الدنيا وهو مؤمن تقي نقي وختم له بلا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو الموضع الثاني من المواضع ديال الفرح. لما يخرج الإنسان من الدنيا ويموت ويخرج من الدنيا تقي نقي، تقي لله نقي من حقوق عباد الله، وختم له بلا إله إلا الله محمد رسول الله. إلا خرجت انت وانا وحنا كاملين من الدنيا وحنا كنتقوا الله عز وجل وما تابعنا حتى شي واحد بشي مظلمة من المظالم ديال العباد، ما تابعك حد، ما كيسارك حد حتى حاجة، ما ظالم حد، ما نعدي على حد، لا في رزقه ولا في عرضه ولا في شرفه، ما عندك حتى شي مظلمة ديال شي واحد. ومتقي الله وختم لك بلا إله إلا الله محمد رسول الله. عندها من حقك تفرح. أما اللي مسكين الله يكون ليه في العوان، ما متقي الله، ما نقي من مظالم العباد، هذا الله يكون ليه مسكين، الله يكون ليه في العون، هذا الله يكون ليه في العوان عند لقاء الله. الموضع الثالث من المواضع ديال الفرح، يوم يعطى كتابه بيمينه يوم القيامة. الكتب توزع والصحف تنشر يوم القيامة، فهناك من يأخذ كتابه بيمينه وهناك من يأخذ كتابه بشماله وهناك من يأخذ كتابه من وراء ظهره. يقول الله جل جلاله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. قال الله عز وجل في هذا السعيد، في هذا الرجل الذي أخذ كتابه بيمينه، يقول سبحانه: فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية يرضى بها صاحبها، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال سبحانه في هذا الرجل الشقي الذي أخذ كتابه بشماله: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه، لموت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. بعد ذلك خذوه، خذوه يا ملائكتي
خذوه ومن عذابي أذيقوه لقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه لماذا يربي هذا العذاب ولماذا هذا النكال قال سبحانه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون وقال سبحانه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلا إن ربه كان به بصيرا من المواضع ديال الفرح الحق يعني الفرح الحقيقي هو لما يتعطى الكتاب ديالك باليمين وتاخذ باليمين فهنيئا لك من حقك في هذا الموضع أن تفرح الموضع الرابع من مواضع الفرح يوم يدخل الجنة بسلام ادخل الجنة بسلام ذلك يوم الخلود ومن حقك لما تكون داخل الجنة بسلام من حقك تفرح والموضع الخامس وهو الأخير يوم ينظر الإنسان إلى الرحمن ويتلقى من الله السلام الله تنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يوم ينظر إلى الرحمن ويتلقى من الله السلام قال سبحانه إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إن أصحاب الجنة يومئذ في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام هذا السلام من ماذا؟ قولا من رب الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد أيها الإخوة الكرام يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه يا سلام شوف شوف هذا الخير ديال مولانا للصائم فرحتان قالها رسول الله وكفى قالها الحبيب صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه الفرحة عند لقاء الله فلا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يحدد عناصرها ولا أن يكشف أسرارها ويكفينا قول الله في الحديث القدسي الذي رواه مسلم يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أيها الإخوة الكرام إن الصوم شجرة مباركة الصيام واحد شجرة مباركة ثمرتها الحلم ها واحد ووسيلة غاياتها الاستقامة ومقدمة نتيجتها حسن الخلق
إذن الصيام شجرة طيبة مباركة، ولكن كتعطينا الغلة، الغلة الأولى والثمرة الأولى ديال الصيام هو الحلم. الحلم، والحلم خلق عظيم، خلق كريم تخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلق به عباد الله الصالحين. الحلم ووسيلة غايتها الاستقامة، هذه هي التمرة الثانية، الاستقامة ومقدمة نتيجتها حسن الخلق. هذه ثلاثة ديال التمرات إلى جنيناه من الصيام ورحنا فعلا صمنا وقمنا. إلى ما جنيناش هاد ثلاثة ديال التمرات فلا حول ولا قوة إلا بالله، هاد الشجرة راه ما عطات غلة. إلى كان جنيو هاد الثمرات بثلاثة اللي قلنا، راه هاد الشجرة ديال الصيام راه عطات الغلة واستفدنا. إلى هاد الصيام هاد الشجرة ما عطاتش هاد الغلة هادي، راه عندنا غير الشجرة والحطب، ما عندنا غلة. إذن الثمرة الأولى الحلم، هاد الثمرة ديال الصيام، والثمرة الثانية الاستقامة، والثمرة الثالثة حسن الخلق. وكل عبادة لا تنتج هذه القيم الرفيعة فهي عبادة ناقصة، لا تضيء قلبا ولا تداوي نفسا ولا تهذب أخلاقا ولا تصل بالروح إلى ملكوت الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال الله جل جلاله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اجعل أخي الكريم لنفسك هذا المقياس، هذا راه مقياس، كتعرف ذاك الميزان ديال الحرارة، هذه الآية بحال الميزان ديال الحرارة ديال المؤمنين والمؤمنات، هذا راه مقياس، هذه الآية كتبين المقياس ديالي وديالك وديالنا كاملين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من الذهب والفضة والمال. قل بفضل الله، شكون هو فضل الله هنا؟ هو القرآن. وبرحمته، شكون هي الرحمة هنا؟ هو الإسلام. قل بفضل الله الذي هو القرآن وبرحمته الذي هو الإسلام فبذلك فليفرحوا حقا هو خير مما يجمعون من حطم الدنيا. إذن اجعل أخي الكريم لنفسك هذا المقياس، ما الذي يفرحك وما الذي يسرك؟ قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت. أنت غير قل لي أش اللي كيفرحك وأنا غنقول لك الشريف شكون أنت. ما الذي يفرحك؟ أقول لك من أنت. فحينما تفرح أخي الكريم بأن الله يحبك فأنت مؤمن. إلى كنا كنفرحوا بأن الله كيحبنا علينا أن نفرح، فنحن مؤمنون. وحينما تفرح بأن الله أعانك على طاعته فأنت مؤمن. وحينما تفرح بأن الله أجرى على يديك الخير للناس فأنت مؤمن.
فمتى يمتلئ قلبك فرحا؟ إذا أتقنت صلاتك. لما تقن الصلاة ديالك وتقابلها في الأوقات ديالها وتقنها وتحبها ويتعلق القلب ديالك بها فأنت مؤمن. وهذا المستوى خصنا نحاولوا نطلعوا له. ملي يبدا يود المدن تشتاق قلوبنا إلى لقاء الله في الصلاة، نفرحوا بها، ماشي جينا ثقيلة ولا ما عندها كاع ما نديروا بها. اوهو خصنا نطلعوا لهذا المستوى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كيقرب الوقت ديال الصلاة، أي صلاة، اش كيقول سيدنا محمد البلال؟ أريحنا بها يا بلال، أريحنا بها، أريحنا بها. تماك سيدنا محمد تما كيوجد الراحة ديالو، وتما كيوجد الفرح ديالو عندما كيتلاقى مع الله تعالى في الصلاة. هاد النقطة النفوس ديالنا والقلوب ديالنا خصها تطلع لهذا المستوى، نفرحوا بالصلاة، ونفرحوا بإخراج الزكاة، ونفرحوا بصيام رمضان، ونفرحوا بطاعة الله عز وجل. وحينما تفرح بأن الله أعانك على طاعته فأنت مؤمن. فمتى يمتلئ قلبك فرحا؟ إذا أتقنت صلاتك، وإذا دمعت عيناك من خشية الله فأنت مؤمن. وإذا وجدت نفسك مخلصا فأنت مؤمن. وإذا صليت بالليل والناس نيام فأنت مؤمن. فما الذي يفرحك؟ صنف نفسك، صنف رأسك برأسك، صنف نفسك مع أهل الدنيا أو مع أهل الآخرة. ومن هذا المقياس انظر، إن فرحت بالدنيا فأنت من أهل الدنيا. انتهى الموضوع. إلا كنا كنفرحوا غير بالدنيا وغير بجمع الفلوس من الحلال ومن الحرام وما مهتمينش بالآخرة، فأنت من أهل الدنيا شئت أم أبيت. فما الذي يفرحك؟ صنف نفسك مع أهل الدنيا أو مع أهل الآخرة. ومن هذا المقياس انظر، إن فرحت بالدنيا فقط فأنت من أهل الدنيا، وإن فرحت بالآخرة فأنت من أهل الآخرة. واش اللي كيفرحنا دابا؟ اش اللي كيفرحنا دابا الآن؟ اش اللي كيفرحنا؟ اش اللي كيفرحنا دابا الآن؟ كيفرحنا البقع، وكيفرحونا الفلوس بزاف، وكيفرحونا الديور بزاف، وكيفرحونا السيارات بزاف. هادشي لا عيب فيه، راه لا عيب فيه. دير الدار ودير الطوموبيل وجمع الفلوس طالما من حلال، ولكن تجمع هكاك حلال وحرام وتخلط، اسمح لي يا الشريف راك غلط، اسمح لي. وهاد الآية مقياس، وصنف راسك. انا ماشي اللي غادي نصنفك، انت صنف نفسك مع اهل الدنيا او مع اهل الآخرة. ومن هذا المقياس تأمل وانظر، إن فرحت بالدنيا فقط فأنت من أهل الدنيا، وإن فرحت بالآخرة بطاعة الله وعبادة الله فأنت من أهل الآخرة. قال سبحانه: من كان يريد العاجلة. شكون هي العاجلة؟ هي الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد العاجلة يريدها دنيا فقط، يريدها شهوة ولذة ومتعة فقط. من كان يريد العاجلة قال سبحانه: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد.
مصير هذا؟ مصيره في الآخرة؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الصنف الثاني، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ويأتيهم رزقهم بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله مصلح حولنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام واحشرنا في زمرة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الإسلام والمسلمين وأقر عينه في ولي عهده المحبوب مولاي الحسن وأقر عينه في أسرته الملكية الشريفة إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا الغلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.